من احسن المصممين في مصر وفي العالم طبعا، فانا كنت يعني شرف ليا ان انا اشارك معاه. بقى لي سنتين، عندي 22، اتخرجت السنه دي. بزنس، حلمي ان انا اكبر في المجال ده واتعرف. اكيد اي موديل بتعرف تمشي كويس، يعني بتعرف تتحرك على المسرح، بتعرف تتصور اي او من موديل ازاي، لازم. طب بحب الكاجوال علشان شغلي دايما فساتين وكده، فبحب في الحياه العاديه ابقى طبيعيه يعني. بلعب هاند بول، انا حكم هاند بول اصلا. في الهاند بول؟ لا، من وانا صغيره، من وانا 10 سنين طبعا، علشان بمارس رياضه فطبيعي جسمي يكون كويس، علشان كده اشتغلت موديل. اغني، ولو جات لي فرصه التمثيل طبعا اكيد اغني يعني. انت فاجئتني. سنتين وانا حايلني والمو على عين تلاقيك، سنتين وانا حايلني والمو على عين تلاقيك، يا سما بتعذبني والاسم حبيبي سنتين. اشتغلي على نفسك واتمرني، الموضوع حلو جدا. خلي عندك هدف وتمرني، اشتغلي على نفسك وتقدري. ميرسي، شكرا.